اهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع دكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. دكتور اسماعيل برحب بك عشان الاخبار. كلمنا عن هذه القمه الهامه واللي بتعد يعني النسخه الاولى لها وهي يمكن بتهم كافه الاعلاميين في الوطن العربي. زي ما شايفين يعني الاهتمام بهذا الحدث وبهذه الفعاليه بهذه القمه بيجسد يعني اهتمام كل المسؤولين وكل الـ يعني المنصات الرسميه للاعلام في مصر والوطن العربي. وجودهم كلهم النهارده مع شباب العرب شباب مصر بيؤكد فعلا نجاح هذه الفكره ونجاح هذه القمه اللي بتقول فعلا ان أمتنا العربية مصر بلدنا مليئة بالشباب، شباب واعي، وكلنا شايفين التقدم التكنولوجي الكبير اللي بيحدث، شايفين الذكاء الاصطناعي وكيفية تأثيره على الإعلام، كيفية تأثيره على المحتوى الإعلامي، كيفية يعني مواجهة الهجمات السيبرانية اللي ممكن تحدث على المنصات الإعلامية، إزاي نوفر للإعلاميين فعلا الحياة النفسية الصحية في وسط التحديات الكبيره اللي بيخوضها اليومين دول في نقل رساله اعلاميه حقيقيه. فانا شايف القمه بجد في مكانها الصح في وقتها الصح مع الشباب الصح بوجود الاعلاميين والقنوات الكبيره اللي احنا كلنا شايفينها النهارده. فده بيؤكد فعلا ان احنا كلنا مؤمنين باهميه الاعلام ودور الاعلام والرساله المهمه للاعلام، الرساله اللي بتاثر علينا كلنا في اي لحظه، ترفع معنوياتنا ولا قدر الله تخفض معنوياتنا. فاحنا بنأمل اعلام صادق، اعلام قوي، اعلام متسلح باحدث ما في العلوم، اعلام بيعتمد على الشباب. فكل دي رسائل مهمه النهارده بنجتمع بيها لاطلاق التوصيات والمبادرات اللي فعلا هتكون في صالح مستقبل الاعلام باذن الله تعالى ان شاء الله. دكتور، في مسابقه ابداعيه بتقام على هامش هذه القمه، هتكلمنا عن هذه المسابقه. هنشوف فعلا المسابقه من الجامعات العربيه اللي موجوده في كل انحاء الوطن العربي من كل الشباب في مختلف التخصصات. هتفاجأ بشباب ليس فقط من كليات الإعلام، لا، من شباب من كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والهندسة وكليات اللوجستيات وإدارة الأعمال. كلهم فعلا الإعلام النهاردة بقى حاجة في حياتنا اليومية، وكلنا فعلا بنتمنى إعلام قوي، إعلام صادق، إعلام مؤثر. فعشان كده هتلاقي هذه المسابقة هنشوف أعمال إبداعية للشباب هتكون مفاجأة لنا كلنا إن شاء الله، لأن أنا شفت بعض الملامح بتاعتها. فهناك جوائز كبيرة مرصودة ليهم تشجيع ليهم وتحفيزا لهم إن شاء الله من أجل مستقبل أفضل ليهم والشباب أمتنا العربية بإذن الله تعالى إن شاء الله. آخر رسالة يا فندم لأبنائك من الإعلاميين الشباب. أبناء الإعلاميين كلكم واعيين للتحديات الكبيرة اللي حوالينا في أمتنا العربية وفي وطننا العربي. فأنا يعني كلنا ثقة فيكم وكلنا ثقة في ذكائكم وفي قدراتكم وإخلاصكم، نفسنا تكونوا واعيين لما يدور حولكم. عشان كده بأدعوكم فعلا أنكم تدافعوا بشكل واضح وصريح عن قضاياكم وعن مستقبلكم، متسلحين بالعلم، متسلحين بالأخلاق، عندكم إيمان بالوطن، إيمان بالله سبحانه وتعالى. ربنا يوفقكم ويحفظكم إن شاء الله.